أهلا بيكم طلبة وطالبات كلية الطب جامعة MBTI. دي محاضرة هنتكلم فيها عن حاجة اسمها Arches of the Foot, Anatomy of the Arches of the Foot. المحاضرة دي هتعرفنا إن الفوت مش فلات طبيعته, ولو شفت طفل لسه مولود وبصيت على بطن رجله من تحت لقيتها فلات, اوعى تفتح بقك وتقول لمامته ابنك عنده فلات فوت يا ماما. تريح تبارك والملافظ السعد, مفيش فلات فوت قبل الطفل ما يمشي لو سمحت. ما تقعدش تبص وعايز تطبق في الاول, بنبقى اي حاجه بندرسها بنبقى عايزين نطبق, نسمع ان في حد خلف نروح نبارك ونقعد نلعب بقى بالبيبي الله, ونقعد نقلب رجله بتاع ده عنده فلات فوت يا ماما ده مش هيخش الجيش. مفيش حاجه اسمها فلات فوت يا جماعه في السن ده. ليه؟ في السن ده قبل البيبي ما يمشي بيبقى فيه دهن فات كتير في بطن رجله, والفات دي لما يبتدي يمشي يبتدي انها تتفرق ويبتدي يظهر القرش. مش القرش هيتكون لسه, لا, القرشز اللي موجوده في الفوت بتبقى موجوده اوريدي لكن ماسكت باي ذا فات. هنعرف بقى ان القرشز دي موجوده من بدايه الولاده ولكنها بتبقى مليانه من تحت الجلد فات كتير فما بتبقاش باينه. يعني لو بصيت على رجلك ورجل البيبي اللي رايح تبارك له, ما صحش ان احنا نعمل كده يعني, لكن لو انت فكرت وتعمله مقارنه المفروض ما تلوهمش زي بعض. انت بطن رجلك تبقى مقوسه فيها كونكافيتي, لكن بطن رجل البيبي اللي لسه مولود ده بتبقى فلات وده طبيعي جدا. هنعرف كمان الارشز اللي موجودين في الفوت عددهم كام؟ ثلاثه, في اتنين بالطول ميديال ولاترال, والميديال الاعلى من اللاترال, وكل واحد ليه وظيفه. الميديال بستعمله مع الحركة فيسموه كاينيتيك, واللاترال بستخدمه في الوقوف والسكون بسميه ستاتيك. نعرف كل قرش مين العظم اللي بيعمله, مين الليجمنتس اللي مربطة العظمة ببعضها بحيث تحافظ على القرش مقوس ما هوش فلات, لأن لو حصل هبوط بالذات للميديال قرش آسف لو حصل هبوط للميديال قرش يعمل حاجة اسمها فلات فوت. ومن تحت الميديال ارش البلاد فيسل والنيرفز داخلين السولو فوت. ارجع للسولو فوت هتلاقي ان بدايه البلانتر فيسل ونيرف, انت خدت النيرفز طبعا, باديه من البوستيرو تيبيال نيرف من ورا الميديال مالنس تيبل الفليكسور تناكل. تبتدي البلانتر نيرفز تدخل الفوت من تحت عضله اسمها ابداكتور هالوشز, ودي موجوده على الميديال بوردر. معنى كده ايه؟ لو الميديال ارش هبط يبقى الميديال بوردر قرب من الارض, كل ما نقف نضغط على الفيسل والنيرف اللي داخلين الفوت سيفير بين, ما نقدرش اقف فترات طويله, وبنستخدم شوزات معينه للناس دي علشان تقدر تمشي. بيبقى الميدل بارت بتاع النعل عالي شويه عشان يعلي القرش يسنده من تحت يعني. يبقى هنعرف كام قرش عندنا, ايه الفاكتورز اللي بتخلي القرش سليم ما يهبطش, سبب خلق ربنا للقرشز دي ليه ربنا ما خلقش الفوت الديزاين بتاعها يبقى فلات من الاول. يلا نبدا المحاضره بتاعتنا. نبدأ يلا. أول حاجة عنوان المحاضرة إيه؟ Arches of the foot. يعني إيه؟ يعني skeleton of the foot متركب بطريقة مقوسة من قدام لورا. عندي قوس ميديال أعلى من قوس اللاترال, والاثنين اسمهم longitudinal arches, واحد ميديال واحد لاترال. ميديال longitudinal arch ولاترال longitudinal arch. تو arches دول لو ضغطنا على الأرض هيفتحوا من بعض, لازم arch العرض يربطهم ببعض اسمه transverse arch. كام arch عندي في foot؟ ثلاثة, ميديا لونجتونال لاترال لونجتونال وترانسفيرس. قبل ما اتكلم عن الارشز اوف سافوت في الايتمز او النقط اللي انا قلت هغطيها, افكركم بالليجمنتس اللي خدتوها قبل كده مع الفوت. لاحسن يكون ما ذاكرتوهاش او مش فاكرينها, لا, نبني الموضوع مع بعض من اول محاضره قلت لكم وانا بدرس لكم. انا يهمني ان انا ابني الموضوع ستيب باي ستيب, يعني معلومه ونكبر مع بعض. طول ما المحاضره انا ببتدي معاكم من الزيرو مش عارفين حاجه, نبتدي من الزيرو نكبر مع بعض, كل ما المعلومه تخش ايه؟ مترتبه. والمعلومه اللي تدخل مخك مترتبه او تدخل مخك مترتبه تقعد معايا فتره طويله. في بعض الناس سالتني عن نصايح مهمه قوي ان المعلومات تدخل مترتبه, يعني ايه؟ اخد فكره عن الموضوع زي ما انا بعمل دايما, اقول لك احنا هنتكلم عن ايه؟ بعدين نقسمه النقط, وبعدين كل نقطه نقولها. بس قبل ما نقول النقط في حاجات في الموضوع بتاعي تكون مبنيه على مواضيع قديمه نقولها برضه عشان نبقى كلنا زي بعض, اللي فاكر زي اللي مش فاكر, ونكمل مع بعض. يلا, ايه الليجمنتس اوف ذا فوت؟
اللي يهمني تعرفوه عشان هستعملها النهارده بدل ما اقول اسمها وانتم مش فاكرينها. ده الميديال سايد بتاع الانكل جوينت. فعندنا اتنين ليجامنتس هتبان معانا في الصوره انهم مهمين جدا. الاتنين ليجامنتس دول واحده مثلثه اسمها ديلتويد ليجامنت. اللي ذاكر الانكل جوينت عارف ان الميديال ليجامنت اوف ذا انكل جوينت في ليجامنت اسمها الديلتويد، والليجامنت دي ليها اتاتشمنت مزعجه شويه. بالمره نرجعها دلوقتي الاتاتش بتاعتها بحيث ان احنا نساعد في موضوع مذاكره الانكل جوينت والليجامنت. يا ترى الليجامنت دي ماسكه ابر اتاتشمنت في مين؟ في الميديال مارينس اهي. وماسكه تحت في مين؟ يقول لي العظمه الاول عظمه تقابلني في الانكل جوينت تيلس. بصيله اللي هنا بادي اوف تيلس، ومن قدام نيك اوف تيلس، وان بتوين عظمتين وليجمنت. العظمه الاماميه دي اسمها نافيكولر، والعظمه الورانيه دي هقول اسمها دلوقتي، بس الليجمنت اللي بتربط العظمه دي بدي اسمها سبرينج ليجمنت. سبرينج ليجمنت مين بقى العظمه دي؟ كنت قلت لكم قبل كده لان انا اللي قايل لكم في العملي محاضره العملي بتاعت الفوت، انا اللي قايلها وقلت لكم في عظمه هنا عامله رف شلف للتيلس فوقيها، فيسموا الرف ده اللي طالع من الميديال سايد اوف كالكينيوس واحنا باصين من ميديال يسموها ايه؟ اسم صعب شويه. سس تنتاكولم تيلاي. سس تنتاكولم تيلاي. من السس تنتاكولم تيلاي للنافيكولار في ليجمنت بتستقبل الديلتويد، يعني بتمسك فيها الديلتويد. يعني الليجمنت ماسكه في ليجمنت يعني. طب اسمها ايه الليجمنت دي؟ سبرينج. احنا باصين عليها من الجنب، هي موجوده من تحت كمان. ما بين اللور سيرفيس بتاع السستنتاكلم واللور سيرفيس بتاع النافيكولار، واللور سيرفيس هنا وهنا اسمه بلانتر سيرفيس. فعشان كده الليجمنت دي ليها اسم تاني اطول، بلانتر كالكينيو نافيكولار. معايا يا جماعه؟ يبقى احنا عرفنا هنا في ديلتويد، والديلتويد دي معلقه الميديال سايد اوف ذا فوت في الميديال مالي، بس يبقى ده هيتقال مع الفاكتور سبورتنج ذا ميديال ارش، لان انا باص من الميديال سايد. احد العوامل اللي معلقه الميديال ارش لفوق، خليها مقوس لفوق. الليجمنت دي بقى ليها دور قوي جدا في انها تحافظ على الارش اللي هو الميديال ارش ده ثابت وارتفاعه ثابت. ليه؟ لان الليجمنت دي هي والسستنتاكلم تيلاي فوقيها الهيد اوف تيلس محمل عليهم يعني. لو الهيد اوف تيلس هبطت نتيجه قطع في الليجمنت دي يبقى الارش كله هيهبط معاه. فلات فوت. فلما نيجي نقول مين الليجمنت سبورتنج ذا ميديال ارش تقول لي الديلتويد، تقول لي سبرينج. في حاجات تانية هقولها دلوقتي. اوكي؟ طيب الصوره دي برضو من ميديال سايد بس يعني اهدى شويه او اهدى خالص. دي النافيكولار ودي السستنتاكلم تيلاي، يبقى الليجمنت اللي بينهم اسمها ايه؟ تقول لي يا دكتور اسمها سبرينج. ايه اللي مكتوب ده؟ هو نفس الاسم بلانتر كالكينيو نافيكولار هو السبرينج ليجمنت. طيب لو يا دكتور الليجمنت دي اتقطعت ايه اللي فوق ده؟ ده الهيد اوف تيلس. طب الهيد اوف تيلس ساند عليها اي. طب لو اتقطعت الهيد تهبط، ولو الهيد اوف تيلس هبطت يبقى الارش ده اللي هو ماشي كده هتشوفوه بعد شويه ده اسمه ميديال ارش كله هيهبط لتحت. تعالوا نبص على بطن الفوت. هنشوف هنا ثلاثه ليجمنتس، اثنين على اللاترال سايد وواحده على اللاترال والميديال مع بعض يعني كومن للاثنين. اولا ده تندون، تندون ده خدناه من اللاترال كومبارتمنت اسمه تندون اوف برونيس لونجس مسل. هنا في ليجمنت قبليه او وراه جايه من الكالكينيوس للكيوبويد. كالكينيوس للكيوبويد اسمها شورت بلانتر. واضح من الاسم ان في لونج. فين اللونج؟ هنشوف دلوقتي. الشورت بلانتر دي بتربط الكالكينيوس بالكيوبويد، وطبعا انتوا عارفين الكيوبويد لاترال في الفوت، يبقى ده الليجمنت دي لو جامده وحلوه كده يبقى بتعمل سبورت لمين؟ لللاترال ارش. فلما ناخد اللاترال ارش ونقول العظم اللي بيعمله، بعد كده نقول فاكتور سبورتنج. يعني ايه فاكتور سبورتنج؟ يعني ايه الفاكتورز اللي بتخلي الارش ثابت في وضعه في الليفل بتاعه في ارتفاعه ما يهبطش؟ احد الفاكتورز الليجمنتس اللي بتربط العظم ببعضها. هنشوف يعني دلوقتي بس عشان اقولها بعد شويه لازم تكونوا عارفينها وشفتوها. في بطن الفوت عندنا نوع في الصول، في عندي ليجمنت هنا اسمها شورت بلانتر، وعندنا على الناحيه اليمين في الصوره اللي على اليمين في لونج ايه؟ بلانتر. واللونج بلانتر دي جايه برده من الكالكينيوس بس ورا شويه وتعدي على الشورت. شايفين الحته دي؟ دي حته من الشورت بلانتر، تعدي عليها وتعدي على التندون بتاع البرونيس لونجس عشان تتقسم الاجزاء وتمسك في البيزز بتاع الميتاتارسال بونز دول. تاني وتالت ورابع وخامس.
برضه نفس القصة، اللونج بلانتر دي بتمسك العظم بتاع اللاترال ارش في بعضه فتمنع هبوطه لتحت، وفي نفس الوقت برضه بتحبس التندون بتاع البرونياس لونجس في مكانه فما يتخلعش. دي ليجامنت احنا شفناها قبل كده، مش هي الليجامنت التالتة اللي اقصدها. الليجامنت دي احنا شفناها لما بصينا على الميديال سايد، هي الليجامنت اللي جايه من السستنتاكيلم تيلاي للنافيكلر، وسميناها سبرينج او بلانتر كالكينيو نافيكلر، ودي تبع الميديال ارش. ففي الرسمه اللي قدامكم دلوقتي في عندنا اثنين ليجامنت تبع اللاترال اللي هم شورت ولونج بلانتر، وعندنا ليجامنت تبع الميديال اسمها سبرينج ليجامنت. لما نشيل الجلد في السولو فوت هنلاقي في حاجه اسمها بلانتر ابونيروز، مثلث زي ما انتم شايفينه جاي من الميديال كالكينيان تيوبريك من ورا، مش مهم الكلام ده عندي دلوقتي، متقسم خمس اجزاء للخمس صوابع بتوع الفوت. المهم عندي ان البلانتر ابونيروز ده مش مطاط، مش الاستيك، فلما هو ماسك من تحت الارش، يعني انت عندك الفوت عامله كده ارش كده مقوس بالمنظر ده، بلانتر ابونيروز تحته، فلما اجي اقف على الارش ويهبط البلانتر ابونيروز يمنع الانتيرور بوستيرور اند بتاع القوس بتاعي انه يبعدوا عن بعض، ان هم لو بعدوا زياده عن اللزوم الارش يهبط. يبقى البلانتر ابونيروزز ده ان الاستيك ويمنع الانتيرور اند بتاع الميديال واللاترال ارش يبعدوا عن البوستيرور اند بتاعتهم، وبالتالي الارش حتى لو نزل شويه ما ينزلش اكتر من كده. يبقى انا لو ربطت طرفين الارش، القوس ده عباره عن عامل ابورد كونفكستي، كونفكس ابورد، انا مش عايز الكونفكس دي تهبط. خدتوا بالكم من صوابعي تهبط ازاي؟ تهبط انها تعمل كده، تفتح الصوابع عن بعضها. يبقى الارش عشان يهبط لازم يعمل ايه؟ كده، كل ما اضغط عليه يبعد الطرفين عن بعض، الصبعين دول اللي هم انتيرو وبصيرو الاند بتاع الارش. طب ايه اللي يمنع؟ اربط الارش من تحت بليجمنت اسمها بلانتر ابونيروزز مش مطاطه، تمنع ان دول يبعدوا عن بعض مسافه كبيره والارش ما يهبطش. فيبقى من ضمن العوامل اللي بتساعد على ان الارش يبقى واخد وضعه البلانتر ابونيروزز اللي موجود في السولو فوت. نبدا باول ارش معانا اللي هو الميديال، ايه ميديال اللي بنقول الارش، ومن اول السلايد ده معلش انا هسيبكم كصوره لكن معاكم كصوت عشان هحتاج السلايد كله. بصوا معايا، طيب ده مين ده؟ ده الميديال اللي بنقول الارش. حد حافظ العظم بتاع الفوت عشان تقولوا لي ايه العظم فورمينج ذا ميديال ارش؟ اهو مين دي؟ كالكينيس. مين دي؟ النيك والهيد اوف تيلس. قدامها نافيكولار، قدامها ثلاثة كيونيفورم، وان كان مش باينين لان باص من الجنب، ثلاثة كيونيفورم ميديال وانترميديت ولاترال، وكمان ثلاثة متطرسل اللي هم الفيرست والسكند والثيرد، لان كل كيونيفورم راكب معاها متطرسل. وصلت للارض خلاص، الارش ده اعلى نقطة فيه عند النيك اوف تيلس، والارش ده اعلى من الثاني، الميديال ارش اعلى من اللاترال، وده بنستخدمه في المشي، يعني بحمل عليه وانا ماشي فيسموه كاينيتيك ارش. يبقى مين هم التسع عظمات؟ تسعه ازاي؟ كالكينيس، عد معايا كالكينيس، تيلس، نافيكولار، ادي ثلاثه، وثلاثه كيونيفورم ادي سته، وثلاثه متتارسل يبقى ادي تسعه، تسعه بونز اهم. ذا هيد اوف تيلس، الهيد والنيك اوف تيلس هم اعلى نقطه في الارش عندي، ذا هايست بارت بيسموها الايبكس. طب ايه الفانكشن اوف ذا ميديال ارش الخاصة بيه؟ هو في فانكشنز عمومية للأرشز هنقولها مع بعضهم، بس الميدل أرش يتميز بإن هو هيلب إلاستيك بروبالشن. فاكرين إلاستيك بروبالشن إزاي؟ معرفش خدتوها ولا لأ، لكن الأرش ده لما أضغط عليه لما أنزل لتحت أوسع الصورة بس ثواني أوريكوا حاجة أهو، الأرش ده لما أنزل على الأرض تلاقيه يفرد شويه وبعدين يرجع تاني بالالاستيستي بتاعت الليجمنت كده ويرجع تاني. في الرجعه التاني دي ان بعد ما التو انز بتوعه بعدوا شويه عن بعض، شويه مش كتير، بعدوا شويه عن بعض كده اهو، يرجع تاني يضم. ليه؟ من تحت في ماسلز تنقبض، في ليجمنت مش الاستيك تمنع ان الطرفين يبعدوا قوي عن بعض، فالليجمنت دي لما تشد شويه رجع التاني ردت، فالارش عالي تاني. فكل ما انزل على الارض بالفوت يحصل البعد شويه ده وبعدين الارش يرد فيزق الفوت لفوق اجينست جرافيتي، يساعد ان ارفع رجلي من الارض. دي اسمها بروبالشن، رد الفعل من ضغط رجلي على الارض ان انا ترفع رجلي عن الارض. دي فائده الميديال ارش، هيلبس بروبالشن اهو.
during walking او running، عشان كده بيسموه كاينيتيك ارش. ده الصفه الخاصه بالارش ده. لكن طبعا في وظائف اخرى زي بروتكشن للفيسلز والنيرفز اللي موجودين في بطن الفوت. هنشوف الكلام ده لما نيجي للفانكشنز العموميه، لكن الفانكشن بتاعت الميديال ارش الخاصه بيه ان هو هيلب الاستيك بروبالشن، اللي هو الحركه المرنه، ان انت لما تحط رجلك على الارض تلاقي رجلك بترفعك لوحدها مع عضلاتك، يعني بتساعد عضلاتك انك ترفع رجلك. ازاي؟ القوس ده لما نضغط عليه ينضغط وبعدين يرد، فلما بيرد بيزق الفوت لفوق، ودي اللي اسمها بروبالشن اوف ذا فوت. بعد كده هنتكلم على ايه الفاكتورز اللي بتخلي الميديال ارش سليم، وهي نفسها الفاكتورز لو حصل فيها اصابه يبقى الميديال ارش يهبط ويعمل حاجه اسمها ايه؟ فلات فوت. اول حاجه شكل العظم، شكل الديزاين بتاع العظم وتركيبته مع بعض، دي اول فاكتور بيقول لي ان الديزاين بتاع العظم ده هو اللي عامل الشكل ده اللي انت شايفه، عامل الاليفيشن اللي انت شايفه، شيب اوف بونز. والفاكتور ده هنقوله مع اللاترال ارش برضه ومع الترانسفيرس ارش برضه، فهو فاكتور كومن للثلاثه. ليجمنتس، يا ترى ايه الليجمنتس المهم عندي عند الميديال ارش؟ ودي لو سليمه الارش بتاعي يبقى كويس، ولو اتقطعت طبعا يحصل فلات فوت. اقوى واحده وتهمني واهم واحده في سبورتنج ذا ميديال ارش هي سبرينج ليجمنت، اسمها الثاني بلانتر كالكينيو نافيكولار. ماسكه من فين لفين؟ على طول افتكر الرسم مش الكلام المكتوب. هو الليجمنت دي كان بين ايه وايه؟ هتلاقي نفسك بتجاوب دي بابسط طريقه. يعني هي الفكره ايه؟ المعلومات موجوده والحفظ ناس كتير قوي بتحفظ، بس الشطاره مين اللي يستدعي المعلومه اسرع؟ فنقول السبرينج ليجمنت ماسكه ما بين النافيكولار والساسنتاكلامتلاي. تمام. مهم قوي. نيجي بقى نصغر الفونت شويه عشان نلاقي في ليجمنتس اخرى بس اهمهم سبرينج. انا مغير لونها ومكبر عشان تقول لي ذا موست امبورتنت فاكتور سبورتنج ذا ميديال ارش، تقول لي سبرينج ليجمنت. دلتويد، دلتويد معلقه الميديال ارش، لان اجزاء الميديال ارش لو تفتكروا الكالكينيوس والتيلس والنافيكولار، ما هو الدلتويد ماسكه الميديال ماليرس بتاعت التيبيا في الحاجات دي، كان الميديال ارش متعلق في الميديال ماليرس، وده اللي احنا عايزينه، يبقى الدلتويد برضه صح. فاكرين بلانتر ابيروزا قلت لكم ده كومن، هيتقال مع اللاترال ارش كمان، لان هو من تحت رابط الانتير والبوستير والاند بتاع التو ارشز في بعض، يبعد يمنع بعضهم عن بعض فالارشز ما تهبطش. ماسلز، الماسلز اللي تعمل سبورت للميديال لونجتيونال ارش اما بتشده لفوق زي التبيالس انتيريور اللي ماسكه هنا في الحته دي في الميديال سايد اوف ذا بيز اوف فيرست ميتاتارسال والميديال كليفورم، ارجعوا لها هتلاقوا ده الانسرشن بتاعها، ماسكه الانسرشن لما تشتغل تعمل كونتراكشن تشد الارش لفوق، يبقى كان الارش متعلق لفوق. او التبيالس بوستيريور اللي ماسكه في النافيكولار تيوبروستي من تحت النافيكولار بون في تيوبروستي، هي نازله العضله بالشكل ده ماسكه من تحت الفوت كده كده في النافيكولار تيوبروستي، فترفع الانر بوردر بتاع الفوت لفوق وده يعمل سبورت للميديال ارش. كنت قلت لكم قواعد لفهم الاكشن بتاع ماسلز اوف ذا ليج كلها. ايه القواعد دي بتقول؟ مش كلها، مش هقول كلها عشان الوقت، بس بتقول اي عضله اسمها تيبيالس بتعمل ايه؟ ان فيرجن، يعني الانر بوردر فوت يترفع لفوق والسول دايركت ميديال، واللي يعمل انفيرجن بيعمل سبورت للميديال ارش. التبيالس انتيرو ماسكه من فوق وتشد لفوق، والتبيالس بصير ماسكه من تحت وتحمل من تحت. مش موجود في الكتاب عندنا السؤال ده، وفكروا معايا مين اقوى، تبيالس انتيرو ولا البصير؟ احتمال تكون انا قلتها لكم في محاضره قبل كده، بس قولوا لي مين يبقى اسهل له انه يرفع الارش، يا ترى اللي ماسك من فوق ولا اللي محمل زي الخطاف من تحت الميديال ارش؟ طبعا اللي محمل زي الخطاف. يبقى التبيالس بوستيرو مور باورفول از انفرتور واز سبورت للميديال ارش. يبقى دي اول طريقه. تاني طريقه ان يعني يبقى عندك شورت ماسل اوف فوت من تحت الميديال ارش اوف ذا فوت، يعني لو ده الميديال ارش اوف ذا فوت مثلا هنا، تلاقي عندك ماسل شورت ماسل اوف ذا بيج تو. الماسل دي فيها تون، والتون بتاعها بتمنع برضو ان التو انز بتوع الارش يبعدوا عن بعض زي البلانتر ابونيروس. ايه ده، هو ممكن المصل بتربط الجوينتس او تربط العظم ببعضه؟ اه ممكن، حتى بيسموها كاينيتيك ليجمنت، المصطلح ده كاينيتيك ده بتاع المصل، كان المصل بتربط.
فالشورت ماسلز من تحت لما تنقبض بتقرب الانتير والبوستير اند لبعض، او على الاقل تمنع ان هم يبعدوا عن بعض زي البلانتر ابوليروس. نكمل، يلا. يبقى الماسلز عندنا مين؟ تبيالس انتير وبوستير اللي بيرفعوا الانر بوردر لفوق، فليكسور هالوشز لونجس كمان لما خدناها قلنا بتعمل سبورت للميديال ارش عشان هي محمله الميديال ارش من تحته. هي دخلت الفوت من الميديال سايد ومشيت تحت الميديال بوردر وهي جايه من فوق، فمحمل الميديال بوردر عليها. وكمان الميديال تندون بتاع الجيتور، فليكسور ولا اكستنسور؟ لا فليكسور، فليكسور هو اللي من تحت، فليكسور ديجيتورم نوكس، ميديال تندون اوف فليكسور ديجيتورم مع الفليكسور هالوس، زائد الشورت ماسلز اوف ذا بيج تو اللي قلت لكم عليها بتمنع ان الارش طرفينه يبعدوا عن بعض. مين يقول لي الميديال ارش بقى؟ المراجعه بتاعتنا الحلوه اللي بنقولها بعد ما نخلص شرح، يلا قولوا معايا. مش مهم صورتي دلوقتي، المهم تقولوا معايا صح. ميديال ارش اللي هو ارشد ميديال بوردر اوف ذا فوت، ده الديفينيشن. It is the arched medial border of the foot. It is the arched medial border of the foot. مين العظم اللي بيشارك في تكوين الميديال ارش؟ عدوا معايا، 9. صح، كالكينيس، تيلس، هيدونيك، نافيكلر، دول بقوا 3. 3 كيونيفورم، 3 ميتاتارسل اللي هم الفيرست والسكند والثيرد، بقوا 9. اهو ادي العظم اللي بيشارك معايا. ايه الفانكشن اوف ذا ميديال ارش؟ It is known as kinetic arch، بيسموه كده kinetic arch لان هو بيساعد على في الموفمنت زي الووكينج والرننج. ازاي بيساعد؟ بيدي مرونه، بيدي الاستيستي، ان كل ما امشي بضغط على الارش لتحت فيهبط وبعد يرد لفوق. لما بيرد لفوق كانه بيزق الفوت بتاعي لفوق، الحركه دي عامله زي السوست، بيسموها بروبالشن، ان الفوت نفسها بتساعد نفسها انها ترفع نفسها عن الارض بمساعده مين؟ العضلات طبعا بتاعه اللور ليمب. ده الفانكشن. ايه الفاكتورز بقى اللي تخلي الميديال ارش هيلثي وإليفيتد؟ ولو الفاكتورز دي باظت يعمل هبوط للارش حاجه اسمها فلات فوت. اول فاكتور هيتقال مع اللاترال ارش مع ترانسفيرس ارش كفاكتور سبورتنج، اللي هو مين؟ شيب اوف ذا بون، شكل العظم اللي راكب مع بعض، ديزاين بتاعه. تاني فاكتور ليجمنتس. مين يقول لي ليجمنتس المهمه في الميديال ارش؟ اهم واحده سبرينج، اللي هي البلانتر كالكينيو نافيكولار، جايه من النافيكولار للسستنتاكلم تيلاي، والسستنتاكلم تيلاي ده جزء من الكالكينيس عشان كده كالكينيو نافيكولار. معاها هيساعدها ديلتويد وبلانتر ابونيروز. طب نيجي للعضلات، في عندي عضلات ترفع لفوق القرش زي التيبياليس ماسل، انتيرو بوستير والاقوى بوستير، وفي عندي عضلات تشيل الميديا القرش من تحت، تشيله بس مجرد انها يحمل عليها زي التندون اوف فليكسور هالوشز لونجس والميديال تندون اوف فليكسور ديجيتورام لونجس. وفي عضلات تمنع ان الانتير والبوستير اند يبعد عن بعضه وممكن تخليه كمان يقرب من بعضه، اللي هي الشورت ماسلز اوف ذا بيج تو، لما تنقبض العضلات دي وهي من تحت تقرب الانتير والبوستير اند بتاع القرش لبعضه فيبتدي القرش يعلى وما يهبطش. لاترال لونجتيونال القرش معمول من 4 عضمات، تعالى نشوف قبل ما نقراها. بحب قوي حكايه ان انا ممكن استنتج من نفسي معلومه ما اتقالتش لسه، بس لو انا عملت كده هتقعد معايا فتره اطول. تعالوا نشوف، ادي اللاترال ارش الواضح من الاول وهله ان هو الميديا الاعلى منه، والميديا الاعلى منه بيسموه كاينيتيك لان بنستعمله مع الحركه بروبالشن. اللاترال في الوقوف في السكون، ستاتيك ارش. يلا مين ال4 عضمات دول؟ عد معايا مين دي؟ كالكينيس، كيوبويد، واثنين ميتاتارسل بس، 1 2 3 4، ادي 4 عضمات. ايه الفانكشن بتاعت القرش ده؟ سبورتيف للبودي ويت، بحمل عليه وانا واقف ستاندنج، بيسموه ستاتيك قرش. ايه الفاكتور الذات منتين؟ مين يقول لي اول فاكتور؟ مين شطار معايا هنا؟ انا عارف ان كلكم شطار، تمام. طيب اول فاكتور فعلا هو الشيب اوف ذا بونز، شيب اوف بون، ديزاين بتاع العظم. تاني فاكتور الليجمنتس اللي معايا مين؟ تقول لي لونج وشورت، فاكرينهم؟ لونج وشورت بلانتر ليجمنت اللي كانوا تحت اللاترال بوردر اوف فوت ومعاهم بلانتر ابونيروز. طب مين الماسلز؟ زي ما قلنا ان اللي بيعملوا انفيرجن اوف ذا فوت بيعملوا سبورت للميديال ارش، هيبقى العكس، اللي بيعملوا اي فيرجن هيعملوا سبورت للاترال ارش. طب مين هم الاي فيرتورز؟ برونياس ماسل، برونياس لونجس، وبريفس، وترشس.
واحده منهم هتعمل سبورت للقرش اللي جاي، مش هقول لكم هي مين، برونيس لونجس وبريفس وترشس، وكمان اللاترال تندون بتاع الفليكس دوستورم لونجس زي ما قلنا ان الميديا تندون بيحمل عليه الميديا القرش، اللاترال تندون بيحمل عليه اللاترال قرش، والشورت ماسلز اوف ليتل تو. الترتيب ده لو قارنته بالميديا القرش تلاقوا الحفظ سهل قوي، زي ما كان في الشورت ماسلز اوف بيك تو هنا في الشورت ماسلز اوف ليتل تو. سهل القرش ده مش محتاج اعاده، لو انتم محتاجينه وقف وارجع وعيد تاني لان معاك الفيديو. ترانسفيرس قرش، ترانسفيرس قرش هو قرش بالعرض بيربط الاثنين اللونجينال ببعض. طيب زي ما اتفقنا اول حاجه هنقول مين العظم اللي مشارك معاه، بيتعمل من التارسل اللي هم الكيوبويد والتلاتة كيونيفورم والبيزز بتاع كل ميتاتارسل، واهم حاجه عندي هم التلاتة كيونيفورم. عارفين ليه؟ كلمه كيونيفورم يعني ويدج لايك، كل عظم من دول من فوق عريضه ومن تحت نارو. لو انت حطيت ثلاث عظمات من ابر سيرفس عريض من تحت نارو هتلاقيه عمل ترانسفيرس ارش كونفكس ابورد. على فكره الثلاثه ارشز كلهم كونفكس ابورد حتى الترانسفيرس، كل ده عشان اخلي بطن الرجل تبعد عن النيرف والفيسلز اللي تحت، احد اسباب او وظائف الارشز. يلا مين يقول لي ايه الفاكتور سبورتنج ذا ترانسفيرس ارش؟ واول فاكتور معاه هيكون شيب اوف ذا بون، ديزاين الشيب بتاع العظم، واول مثال عندي قلت لك الكيونيفورم. تاني حاجه الليجمنتس، الليجمنتس اللي بتربط العظم ببعض، دورسال وبلانتر انتر اوسيس ليجمنت. يعني انتر اوسيس ليجمنت يعني ليجمنتس بتربط عظم ببعض من فوق ومن تحت، دورسال وبلانتر، ادي الليجمنتس. ماسلز، مين يقول لي العضله من البرونياس ماسل؟ اسالها لك، واحده من ثلاثه البرونياس بتعمل سبورت للترانسفيرس. تقول لي اكيد العضله اللي التندون بتاعها بيمشي بعرض الفوت اللي اللونج بلانتر ربطها في مكانها، يبقى مين؟ برونياس لونجس، برونياس لونجس ماسل. في كمان الترانسفيرس هيد بتاعت الدكتور هيرشز ماسل لانها بالعرض، برضه نفس الكلام بتعمل سبورت للارش بتاعي. والانتر اوسياي ماسل بالذات الدورسال، لان انا قلت من ضمن مكونات الارش البيزز اوف ميتاتارسال بونز، وطبعا دول في عضلات بين كل ميتاتارسال بون واختها اسمها دورسال انتر اوسياي ماسل، فبيربطوا الميتاتارسال مع بعض فيبقى برضو دورسال انتر اوسياي ماسل. البلانتر لا، لان كل واحده ماسكه في ميتاتارسال مش نربط حاجه ببعض، لكن الدورسال لا، كل واحده ماسكه بين عظمتين فنربط الميتاتارسال في بعض، فيبقى من ضمن الفاكتورز اللي بتثبت الارش في مكانه. ايه اهميه وجود الارش؟ فانكشنز اوف ارش، اول فانكشن فوت ارش بريفنت ايه؟ بريشر على مين؟ على السوفت تيشو اوف ذا سول اللي هي المسلز والفيسز والنيرفز. طبعا اكتر حاجه بتوجع هي النيرفز، لكن المسلز برضه مزعجه انك تبقى واقف عليه، واقف او ماشي، فاللي عنده فلات فوت ما يقدرش لا يقف ولا يمشي المسافه طويله. كمان بتدي بالانس للبودي، الارشز يا جماعه بتخلي الويت اللي بيوصل للفوت ما يوصلش في نقطه، لا يتوزع الى انتير هاف وبصير هاف اقواس، يعني نص الوزن بيروح للانتير بارت اوف ذا فوت والنص بيروح للبصير بارت اوف ذا فوت. البصير بارت اوف ذا فوت ما فيهوش غير الترسل بون واحده، مين يقول لي اسمها؟ اللي هي فيها الكعب، كالكينيس. وده الرد على السؤال ليه الكالكينيس اكبر عظمه في الترسل بونز؟ لان بيوصل لها نص الوزن. طب مين اللي بيوزع الوزن الى انتيرو بارت؟ الارشز. وطبعا لو انا الويت كله نازل على نقطه واحده البالانس هيبقى ضعيف، لكن على اقواس لا هيبقى فيه اتزان وثبات رجلي على الارض اكتر، لما تكون كان الفوت بتحضن الارض، كونكافيتي اللي من تحت ده في ممصات للصدمات، يبقى ده بيساعد على البالانس ووكينج او رانينج. انا قلتها قبل كده البروبالشن، ايه هي البروبالشن؟ ان القرش ينضغط ويرد، فلما يرد معاه يرفع الفوت لفوق ويرفع الليج لفوق، فيساعد المسلز فيخليها تعمل مجهود اقل في عمليه الموفمنت سواء ووكينج او رانينج. عرفتوا الفانكشن؟ يبقى اول حاجه بريفنت بريشر على السوفت تيشو، السوفت تيشو ده اقصد بيها المسلز والفيسلز والنيرفز. المسل تعمل بين والنيرف يعمل بين والفيسل تتقفل وتعمل اسكيميا، اسكيميا يعني نقص بلاد سبلاي. كمان البالانس، الوزن بتاعي ما بيوصلش على نقطه واحده على الارض في الفوت، لا بيوصل على متقسم الى جزئين، مين اللي بيقسمه؟ القرش.
وده بيدي اتزان في الحركة، بالانس اكتر. ولو في حتة عالية في الارض بتلاقي ان الفوت بتأقلم نفسها على الحتة العالية دي من غير ما اقع. كمان البروبالشن لو ما كانش فيه ارش كان يبقى الفوت تنزل على الارض فلات وهعمل مجهود اكتر عشان ارفعها. ليه؟ عشان افتقدنا الصفة بتاعت السوستة الالاستيستي اللي هو اضغط الارش يرد معايا. ايه الكلينيكال اناتومي بتاع الموضوع بتاعنا اللي انا قلته في وسط الكلام اللي هو فلات فوت؟ وفلات فوت ده هو دروب في الليفل اوف فوت ارشز ديو تو ويك ماسلز او ليجمنتس او بون انوماليز، يعني في مشكله في شكل العظم فبتخلي الارش من الاول مش عامل كونفكستي ابورد. طب ده بيبقى معاها ايه؟ يجي العين يشتكي من ايه؟ يقول انا عندي الارشز مش لاقيها. لا مش هيقول كده طبعا، هيقول في وجع في رجلي بالذات لما اقف لفترات طويله. تبص على رجله وتعمل اكس راي هتلاقي ان الارشز ديفكتيف مش موجوده كويس. كده خلصنا محاضره الارشز والسفود. انا مش عارف لسه دي اخر محاضره ولا لا معاكم، بس المحاضرات الاخيره دي كلها امنيات. خلاص النصايح قلتها قبل كده، مش عايز اتقل اذهانكم بنصايح كتير، لكن انا بتمنى لكم كل الخير، وبتمنى لكم ان انتوا في الاخر تقولوا الحمد لله. وكده كده هنقول الحمد لله، اللي ذاكر هياخد على قد ما تعب، اللي ما ذاكرش عنده فرصه اشتغل اليومين دول جامد وممكن قوي نجيب درجات حلوه ان شاء الله. وتبقى سنه صحيح فيها ذكريات مش كويسه وتعب واونلاين تيتشنج وحاجات مختلفه عمرنا ما عصرناها قبل كده، لكن انا متعود ان طلبه الطب عندهم قوه اراده وعندهم تاقلم ويقدروا ان هم يعرفوا مصلحتهم فين وينفذوا اللي هم مطلوب منهم على اكمل وجه عشان يوصلوا للدرجه كويسه. انا بضحك دلوقتي لان اكتشفت ان قلت نصيحه برضه، معلش انا اسف جدا، لكن انا بتمنى لكم كل الخير يا رب، وتتصلوا بيا او على الجروب بتاعنا بعد الامتحان تقولوا لي يا دكتور احنا عملنا كويس. طبعا دي مش اخر محاضره، في لقاء مع يوم الاربع اللي جاي، انا مش عارف المحاضره تنزل لكم قبل اللقاء ولا بعده، لكن في لقاء من 9 مساء ل 11، انا مستني اسئلتكم واي اسئله بقى اللي عنده اي سؤال في اي حاجه عشان نبقى ايه غطينا كل المشاكل اللي عندنا. ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله، واشوفكم على خير قريب باذن الله. مع السلامه.